معكم صباح الخير عليكم. طبعا هاي من البارحة الساعة 8 بالليل أول هجمتهم على أبو حيدر البهاد لخطية، بعدين هجموا على حيدر جو النصب، بعدين هجموا هم ذولا نفسهم ترى اللي جاي يحرقون خيم وعصابات تابعة للأحزاب والميليشيات. الحمد لله والشكر آخر شي صار هجومهم على المخيم مالتي وتلقوهم ولدنا وفزعت إخواننا الساحة هم كلها فزعت ويانا وكضينا مسدساتهم، أخذنا مسدساتهم وأخذنا منهم رمانات يدوية وقسم كضيناهم سلمناهم للشرطة والبقية شردوا، وإن شاء الله خلال اليوم وباكر ننظف الساحة، إن شاء الله اليوم ننظف الساحة من كل العصابات. فالأمور إن شاء الله عندنا أبو حيدر البهادلي مضروب وعندنا شبابنا 2-3 مضروبين سكاكين، والحمد لله والشكر الضربات خفيفة، ضربات جبان مو ضربات سبع لله. إن شاء الله نتواصل وياكم وبأقرب وقت، ودعونا دعونا دعونا الله يخلصنا من الميليشيات وعصاباتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع سيكون عن استكمال مصطفى الكاظمي لكابينته الوزارية والتوزيع الذي تم على أساس المحاصصة الطائفية والحزبية، ولم يتغير شيء من هذا النظام الذي استخدم منذ أول يوم للاحتلال أو منذ أول حكومة تشكلت بعد الاحتلال وحتى هذه اللحظة، هو نفس النظام الذي اعتمدته أحزاب السلطة، وكل من جاء بعد الاحتلال دخل في حكم العراق استمروا على نظام المحاصصة الطائفية والحزبية. واليوم نرى شباب العراقي في الشارع يتظاهرون يعتصمون ثائرون ضد هذه الحكومة وضد هذا النظام الذي عمل به والذي دمر البلد اقتصاديا وأمنيا وعلى كافة المستويات. اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي أكدت أن استكمال حكومة مصطفى الكاظمي جاء ليكشف عن حجم المحاصصة الطائفية والحزبية على حساب الشعب العراقي ومآسيه. قالت اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي في بيان لها إن تصويت البرلمان على توزيع الوزارات المتبقية بين الأحزاب الفاسدة وفق نظام المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية أسقط أكذوبة الكاظمي التي حاول من خلالها إيهام الشعب العراقي باستقلالية حكومته وعدم خضوعها لرغبات الأحزاب الفاسدة. أضافت اللجنة أن أسماء الوزارات التي تمت الموافقة عليها كشفت حجم تدخلات للأحزاب الطائفية في تقاسم الوزارات بينهم على حساب معاناة الشعب العراقي الذي أصبحت مأساته في كل مجالات الحياة. اللجنة أيضا بيّنت أن الأمر لم يقف عند هذا السوء، وإنما تم تمرير هذه الأسماء بعد التفاهم الإيراني الأمريكي بالسماح له لحكومة الكاظمي بتوقيع عقد الاستيراد الكهربائي أو عقد استيراد الكهرباء من إيران لمدة 2 مقابل إطلاق الرهائن الأمريكان والتفاهمات المشتركة داخل العراق في الملفات التي تراعي مصالح الطرفين. وأشارت اللجنة إلى أن استكمال حكومة الكاظمي هو الوجه الحقيقي للعملية السياسية التي تسير برعاية أمريكية وهيمنة إيرانية، وأكدت أن التفاهمات الإيرانية الأمريكية ستبوء بالفشل على أيدي أبناء الشعب العراقي وأبطال ثورة تشرين. هذا البيان الذي خرج عن اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي التي انتقدت من خلاله تشكيل الحكومة على هذا الأساس الطائفي والحزبي، والذي لم يغير من شكل العملية السياسية وواقع من يحكمون العراق أي شيء طالما هم يستخدمون نفس النظام في توزيع المناصب والامتيازات. من معنا الآن؟ السيدة نور من الموصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي بس إذا أحكي بس قطع كلامي بس أعطيني وقت. تفضلي. هاي الحكومة نطالب منهم السجناء ما يسوون كل حال ولا يطلعون السجناء، أنا بعد ما أطلب من الحكومة يطلعون السجناء. الحكومة تقتل وتعتقل وما تطلع كل سجناء. عن حي هذول الثوار البغداد على هاي الثورة، وإن شاء الله ساعتها خلاص خلصنا من هاي الحكومة. نعم. إحنا أهل الموصل جونا داعش، يقول الموصل أنت دواعش. الحكومة بغداد يطلعون مظاهرات يقول أنتم مندسين، ما فهم الحكومة، نصير ويا الحكومة ما يمشي حالنا، ونصير ويا داعش يقتلونا، وين نروح؟ أهل الموصل، أنا من الموصل، أهل الموصل بس لنهار يقولون جوعانين الجوعانين.
والله نحاتي مو زينه وحاتي مو اسنجيلاني دي اقول انا بحاتي فقيره على شنو اذا تطالبون جوعاني جوعاني ولادهم كلهم مسجونين ولادهم خايفين بالسجن نطالب من اهل الموصل يقومون مظاهرات بكل المحافظات ويا اخوتهم ببغداد ويظهرون يخلصونا من هاي الحكومه الفاسده يوميا جاي رئيس جديد بس يوجه خير بس يوجه كل خير ما شفناه واحنا ما نقول لهم طلعونا سجنات طالما شيء نتوسل بهم ان شاء الله ثورتنا وهي طلعت سجنات نطالب من كل المظاهرين يقومون يخلصونا من هاي الحكومه الفاسده كافي ملينا كافي الظلم والله متنا 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 مو جوع يا ابو خلينا ما يسوون كل شيء ولا لا اكل ولا شيء ما متنا جوع ابدا الجوع واحد ما يموت متنا من الصغر اكل الحكومه الكاظم يقول لك انه طلع عفو وانا العفو ما كل عفو ما عفو كل عفو ما شفنا من الحكومه كل خير ما شفنا من الحكومه وان شاء الله هاي المظاهرات كل المحافظات قوم نطلب من اهل الموصل كافي متغضين هيك تمام خواتين عن شنو يخافوا خاف لا يقولون داعش خلي يقولون هم داعش هم الحكومه جابوا لهم داعش قالوا طلب احنا داعش حكومه جد داعش علينا فوق يقول لك داعش هم جابوا داعش هم باعوا الموصل وهسه بغداد طالعين من علي يقول مدسين ما فهمنا من هالحكومه ان شاء الله هاي الثوره ان شاء الله تصرنا على الحكومه وان شاء الله تصير كل هالفائزين واني ما شفت هاي الكورونا خلصت هاي الحكومه هاي لعبه الكورونا كلها كذب كذب لا كورونا ولا شيء طيب. طيب سيدة نور من الموصل أنا أشكرك للمشاركة شكرا جزيلا طبعا كلام سيدة نور هي تطالب أهالي الموصل وطبعا هي الموصل جزء من محافظة نينوى وتطالبهم بالخروج بالتظاهرات لمساندة الثوار في وسط وجنوب العراق في ثورة تشرين لأنه لا حل إلا بالخلاص من هذه الحكومة طبعا موضوع كورونا قد أختلف مع السيدة نور بهذا الموضوع فيروس كورونا موجود فعلا في العراق وهناك ضحايا هناك إصابات كبيرة جدا وكما قلت يوم أمس لو كانت عدد الفحوصات التي تجرى في العراق بأرقام كبيرة لكشفت أعداد أكبر من الذي يعلن عنه اليوم في العراق لدينا مقطع طبعا الثورة تشرين استمرت أو أصلا خرجت لإسقاط هذه الحكومة وهذا النظام وحل البرلمان والإتيان بنظام وطني قادر على إدارة البلد بشكل صحيح المتظاهرون والمعتصمون يستمرون في تظاهراتهم وفي ثورتهم رغم القمع الحاصل من قبل أحزاب السلطة وميليشياتها والحكومة بشكل عام أصيب عدد من المعتصمين بساحة التحرير في بغداد بهجوم شنته القوات الحكومية والميليشيات هذا المقطع الذي ستشاهدون أظهر تعرض أحد المتظاهرين لإصابة خطيرة نتيجة اعتداء القوات الحكومية والميليشيات على المتظاهرين فنشاهد ابو حيدر شنو 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 تقول لهم؟ والله عمي من البارحه ما راد يقتلوني. باح زين وهسه هاي من الصبح هم نفس الشيء هم استاعتهم وهم اجوا بالنسبه معنا الان السيد ابو محمد من صلاح الدين تفضل يا ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك خير عزيز؟ الله يسلمك الحمد لله بخير تفضل. اخوي العزيز يا حكومه يا وزراء يعني احنا مو سياسيين بس الشعب العراقي من التجربه صرنا كلنا نعرف السبب. نعم. ثلاث امور اذا توفر من كل بلد فهو مدمر. قضاء فاسد. نعم. مال سائد. نعم. سلاح منفلت. هذا من الثلاث مشاكل اذا اي حكومه تقدر تقضي على من الثلاث مشاكل نعم. كل امور العراق في الحل تتوقع انه حكومه الكاظمي متوفره بها هاي الشروط اللي تقدر تسيطر على السلاح والمال وتحكم القضاء الفاسد اي توفر ما بها لانه احنا اصبح عندنا الفساد والايديولوجيه فما نستطيع ان نقضي عليه بتغيير الوزراء الوزير ايش راح يسوي نعم الوزير شو صار بمكتبه نعم. سيد أبو محمد شنو رأيك باستكمال الكابينة الوزارية اللي صار اليوم واللي توزعت به الحقائب الوزارية بنفس النظام الطائفي المحاصصي المستخدم من 2003 ولغاية اليوم يريدون الجهة الفلانية تريد وزارة الخارجية الأكراد يطوهم إياه فلان الحزب يريد الوزارة الفلانية يضغطون يطيهم إياه وبعدين احنا حنظل عايشين بهذا النظام من الحكم اللي تضغط به الاحزاب وتاخذ اللي تريده؟ نعم راح نظل عايشين
حاكم هذا النظام، لانه راح اضرب لك مثال. نعم. من خلال مشاهدتنا للتلفزيون والاخبار نعرف انه شخصيه وزير الخارجيه اللي هو فؤاد حكير اعتقد مو كردي. كردي هو من اشد، احنا بغض النظر عن القوميه، احنا يا ريت يجيبوا لنا وزير هودي بس انه يعمل للعراق، هذا شغل بل احنا علينا بالعمل بالاداء. نعم. هذا الوزير فؤاد حكير هو من اشد المعارضين واللي حتى يكره الحكومه الاتحاديه ويكره حتى يكره كلمه عراق. فانت تجيب ممثل لك وهو عدو لك، يعني هذا 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 شنو المهزله هذه يا مسرحيه هذه؟ احنا مثل ما قلت يا ابو محمد، مثل ما قلت حضرتك، لا لا مشكله في من في من يتسنم المنصب اذا كان كفء لهذا المنصب، اذا جاء بطريقه ديمقراطيه، اذا جاء باختيار الشعب، اذا جاء وفق نظام صحيح في اداره الدوله وتوزيع المناصب، مو بنظام انه صار لك كذا كذا يوم وكذا اسبوع مصطفى الكاظمي ما يعرف يشكل الحكومه وتضغط عليه الاحزاب تريد الوزاره الفلانيه فيعطيه اياها حتى يرضيها. يعني نفس حضرتك مثال، لا تقول يعني انذار الموضوع، نفس الموضوع على انه ماكو هيبه للدوله. نعم. الدوله ما تبنى الا بهيبه على 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 شعبها وعلى وعلى حكومتها وعلى موظفينها وعلى اجهزتها، بدون هيبه ماكو دوله. نعم. اضربك مثال يعني؟ نعم. انا بدي احكي وياك، عندي اخوه مغيبين اثنين صار لهم اليوم 4 سنين ما عندهم وين. نعم. يعني هذه بزياده ولا بالعالم كله اكثر دول العالم تخلفا وعنفا وارهابا، يعني سجين اذا هو يعني ما اعرف شو مسوي، له حق انه يواجهونه ويدلونه وين يقابلونه يطمئنون عليه. 4 سنوات انا اخوتي وكل الوزراء اللي جو اليوم بالكابينه كلهم يعرفون موضوع المغيبين. نعم. انهم عند الميليشيات التابعه لايران تحجزهم معسكرات وتاخذ عليهم اطعام حسب الفضيله وما قالت، فهذه نعم. تجاره بارواح البشر وعواطف الامهات وعواطفنا. طيب انا اشكرك يا سيد ابو محمد من صلاح الدين. السيده ام حسين من بغداد، تفضلي يا ام حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك اخوي؟ الحمد لله بخير، اهلا وسهلا، الله يسلمك. ربي يخليكم ويحفظ قناتكم وراء القناه وكادر تجاه حسين ابو عبد الله. الله يسلمك. ادري هسه هذا الكاظمي من لابس كمامات وجفوف ها وقاعد. نعم. كل واحد بعيد عن واحد. اي. ما يقول هاي سجناء بس انتم ضالين بالالاف شي فوق شي. ما يقول هاي صار 14 ماكو مواجهه لهم. ما يقول هاي سجناء شنو ذرفهم لابسين خايفين. لا يسوي تحقيق، لا ينطعفوا عن انا ريت لكم شو هالسنه. عيد واحد يسلسلني لكم شو عيد وزراء مو كاظمي. ام حسين ايش قدموا؟ ايش قد يا ام حسين؟ احنا حتى لا نقول انه يلزموها الطرف الفلاني يصيرون زين. والله السنه اشرف ايش سوى؟ السنه اشرف من الشيعة. سيد ام حسين احنا حتى لا يكون الكلام. شوفي يا ام حسين، ام حسين بس اسمحي لي اسمحي لي اسمحي لي اسمحي لي يا ام حسين بس خليني احكي كلمه. الف رحمه على صدام حسين. طيب ام حسين ام حسين شريف نزيه. سيده ام حسين ممكن تسمحي لي بس نتكلم حتى يكون الكلام اخذ وعطى. الموضوع السنه حتى لان اكو ناس تتربص وتقول شوفوا يريدوها كذا حتى تصير كذا. نقول احنا ايش قدموا السياسيين اللي اسمهم السياسيين السنه؟ ما قدموا. ايش قدموا المحافظاتهم المنكوبه؟ ايش قدموا؟ ما سووا شيء. اذا احنا بدنا ندور على وطني بغض النظر من يكون، بغض النظر من اي طائفه، من اي مله، من اي دين. عم هسه سوى لابس كمامه ولابس شفوف وسوى شيء وحط الجلسه وروح الجلسه. نعم. ما يقول هم سجناش نغربهم بسجن خالصين، ما فكر بيهم، لا سوى تحقيق، لا سوى عفو عام، لا سوى مواجهه، لا ترجع على احشاف مثلهم ما بيهم. نعم. نعم. ما سوى اي شيء كاظمي، محتار بالوزراء ومحتار بالنفط وظني واحد يبقى واحد، شكرا. واحد على واحد. شكرا يا ام حسين من بغداد، اشكرك، وضحت الفكره. احمد من بغداد تفضل. تحيه للثوار شاحب تحرير. نعم. المجد والخلود للشهدائنا شهداء العراق الابطال. نعم. استاذ محمد. تفضل. من سقوط العراق بال 2003. نعم. لحد الان العراق تحت رعايه الامريكان. زين. نعم. اي تحت رعايه الامريكان والاجنده الايرانيه. نعم. فالعراق مستحيل تصير له اي شاره
اي شاره ما تصير للعراق، لان كل الحكومات السابقه من 2003 لحد الان هي تابعه لايران. طيب زين اي، فما تصير كل شاره بالنسبه للعراق ما يصير لاي حد الا اي حد الا اي نعم الا بالثوره يا سيد احمد. نعم الا بالثوره. فهنا هسه بالنسبه اذا كل الشعب يتامل من دوله الحكومه اللي جابتها الامريكان برعايه الامريكان واللي هاي الاحزاب اللي هي تابعه لايران هاي الاحزاب اللي تابعه لايران من 2003 احنا تحت الاحزاب والسيطره على العراق ونهب ثرواته. نعم. ومبينة يعني هي الدول العربية كليتها وقعوا اليمن وقعوا سوريا. نعم. وقعوا ليبيا. نعم. زين هم القائل هي بثروات العراق وهاي هيمنة على العراق وجاي يروح ثروات العراق والشعب ما لا حول ولا قوة. نعم. كل شيء ما بيده يعني. بس أنا هسه شو نقول أكو طلع شيخ تحت التحرير. نعم. احد من شيوخ العشائر أيه؟ التحرير الوادي انا اقول اتمنى كل شيوخ عشائر العراق ينتخبون هذا الشيخ الوالي. والله انه شيخ بطل وشجاع زين. واني اقول لكل قناه ومحافظتنا يا اخوان ترى نتامل كلكم اذا تتاملون من هاي الحكومه والله الحكومه توصلنا الى بر الامان. نعم. زين والله العظيم هاي راح اذا تظل قاعدين كل شيء ما راح تسوي لنا. نعم. هاي الحكومات كل شيء تسوي لنا فعلينا الثوره عليهم نطردهم ونقض عليهم. يعني هسه لا تروح للجادريه تلقاها نصها العمار الحكيم. اي. مو منطقه كامله العمار الحكيم. نعم. زين هنا العامري يطلع يقول هذا العامري. اي. زين. يطلع يقول التصريحات مالته مو اي يطلع يحكي على العراقيين ويطلعون على اساسهم خايفين على العراقيين. والله يا عمي كلهم لا خايفين على العراقيين. نعم. لا هم ولا المالكي ولا الاحبادي. لزم المالكي بال 2003 وال 2004 وهو خطب الدواعش والدواعش اصلا هم من ايران وفوتوها طيب. على المناطق الغربية ووقعوها. نعم. وكسروا ظهورهم حتى هو يعني هي مؤامرة مبينة. نعم. نعم. يعني هنا من رادوا يطلعون بالفلوجة من كانوا بالفلوجة على أساس الدواعش وهاي هم حزب الله كانوا بالفلوجة وشفناهم وطلعوا منا على البعيسة على الفلوجة احنا شفناهم يعني من يعني تليفون واحد قال لهم اطلعوا يا الفلوجة اطلعوا. طلعوا منا على البعيسه وشفناهم شوف عيوننا يعني هي تمثيليه هي تمثيليه احنا نشوفها. طيب انا اشكرك يا سيد احمد من بغداد وضحت الفكره شكرا جزيلا. طيب دعونا نشاهد هذا المقطع مع حضراتكم مشاهدينا الكرام للقطات مصوره توثق هجوم واعتداء الميليشيات على خيام المعتصمين في ساحه التحرير وسط بغداد ومحاوله حرقها صباح يوم السبت فنشاهد. مندسين الاحزاب هذول مندسين الاحزاب باعوا هذول مندسين الاحزاب باعوا مندسين الاحزاب بالسلاح وبالهاي. هذا اللي يا بس معنا الآن السيدة أم أزهار من بغداد تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. الله يسلمك. احنا صار لنا سنين من يعني من 2003 من بدت هاي العصابات إلى هذا اليوم ومن بدا هذا البرنامج إلى هذا اليوم احنا نحكي نقول يا شعب العراق اتفقوا وخلوا ايد بايد وصروا مناضلين اكثر حتى تستولون لان انتم كلكم تعرفون انه من استولى على العراق هي امريكا وايران واسرائيل. فالمفروض
المفروض هسه احنا لا الكاظمي ولا المالكي ولا كل هالزمرات اللي اجت من 2003 اللي هسه كلها اجت لمصالحها الشخصيه ومصالح ايران ولمصالح امريكا ولمصالح الدول العربيه الاخرى. احنا كلش زين نفهم هاي القضيه، فالمفروض هسه يكون الشعب واعي اكثر، مو بس هذول المتظاهرين في بغداد ولا بالمحافظات، المفروض الانبار، المفروض الموصل، المفروض كل المحافظات السنيه تجتمع وبالسلاح. طيب وما زال رايك بالتشكيله الوزاريه واستكمالها اليوم اللي صار عن طريق مصطفى الكاظمي واختيار النواب لهي الشخصيات، شلون شفتي توزيع المناصب؟ وهل اختلف عن اللي كان يصير قبل انه اعطاء المناصب وفق الاستحقاقات الحزبيه والطائفيه وليس وفق الكفاءه والوطنيه؟ كل شيء ما يختلف، احنا نعرف كل زين كل شيء ما يختلف، هذا انسان من كل اللي يجون منحادين، انا قلتها عده مرات، هذا يشتغل لايران ويشتغل لامريكا ولاسرائيل ويرضي الاحزاب، اذا ما ينطي الاحزاب يطردونه، يعني هو لازم يرضيهم، هو شنو كلهم يعني كل اللي حكم لمصلحه لمصالحهم الشخصيه، والشعب ذابين على كتف، دا يموت اللي يموت من جوعه واللي يموت من مرضه واللي يموت، فالمفروض الشعب هسه يكون ايد واحده من شماله الى جنوبه، حتى المناطق السنيه، ومو يطلعون متظاهرين سلميه، ماكو سلميه بعد، لانه هم اعتدوا علينا، اعتدوا بالسلاح، المفروض طيب. بالسلاح، وانا متاكده كل بيت فيه عده اسلحه، وكل العشائر اللي هسه قاعده تتعارك بيناتها. ام ازهار، ام ازهار، شوفي انا سيده ام ازهار، يعني انا اشكرك طبعا للمشاركه، اللي ترجته وتمنته الاحزاب الموجوده بالسلطه وميليشياتها انه يرفع المتظاهرين يرفعون السلاح من اول يوم وتصير مجازر وتصير فوضى حتى يكون اكو مبرر عند الحكومه انه تقمعهم بشكل اقوى واقسى من الطريقه اللي قمعتهم بها طول هاي الفتره. انا اشكرك سيده مزهر، كانت فتره العصائب تروج على مواقع التواصل الاجتماعي انه حيقتحمون المنطقه الخضراء وديحشدون وديسلحون وديسوون. وهاي كلها باءت بالفشل لانه السلميه اللي تمتعت بها وتتمتع بها لغايه اللحظه ثوره تشرين احرجت هاي الحكومه، اسقطت ثلاث وجوه، غيرت ثلاث وجوه، واحرجت العالم بالنظر الى القضيه العراقيه، ونرجع ونقول انه لولا السلميه لما شعرت هذه الحكومه بهذا الحرج وهذا الضغط الكبير واستقال عبد المهدي. طبعا عبد المهدي، نرجع ونقول عبد المهدي ما استقال لخاطر عيون المتظاهرين ولا الدماء اللي سالت، استقال لانه المرجعيه قالت له استقيل، يعني يسمع كلام رجل دين وما يسمع الشعب اللي بالملايين اللي يقول ما نريد هاي الاحزاب. عموما معنا السيد احمد من النجف، تفضل. السيد احمد، فقدنا الاتصال مع السيد احمد من النجف. الناشطون في ساحة التحرير في بغداد أكدوا أن الميليشيات التي هاجمت ساحة التحرير صباح هذا اليوم يحملون مسدسات ورمانات يدوية، وأشاروا إلى أن المهاجمين هم أنفسهم من أحرقوا خيم المعتصمين. دعونا نشاهد هذا المقطع. نفسهم ترى اللي جاي يحرقون خيم وعصابات تابعة للأحزاب والميليشيات. الحمد لله والشكر، آخر شيء صار هجومهم على المخيم مالتي وتلقوهم ولدنا وفزعت اخواننا الساحه، هم كلها فزعت ويانا، وكضينا مسدساتهم، اخذنا مسدساتهم واخذنا منهم رمانات يدويه، وقسم كضيناهم سلمناهم للشرطه والبقيه شردوا. وطبعا في محافظه بابل اكد الناشطون ان ميليشيا العصائب قامت بالاعتداء على المتظاهرين السلميين مستخدمين انواع من الاسلحه، بحسب الناشطين سيارات دفع رباعي تحمل نحو 400 من عناصر ميليشيا العصائب اقتحمت عدة مناطق في المحافظة وقامت بضرب واعتداء على المتظاهرين جسديا، إضافة إلى إهانتهم وشتمهم بالألفاظ النابية. فلنشاهد. يسيرون إلى طريق الإصلاح
طبعا بعد هاي دعيناها بعد المظاهره تفاجئنا بهجوم هاي العصابات، عصائب اهل الباطل وليس الحق، مكتب النائب عدنان فيحان في جبله والمحاويل والاقضيه والنواحي اعدادهم هاي الشارع العام سادينه قاطعينه. طبعا هذا الشارع العام مال ناحيه الامام اللي يطلع على الدول لقيناهم واقفين هنا على القنطره، يعني ما ان وصلنا لهنا نريد نطلع على اساس هم يريد يتفاوضون ويانا وهاي، فصورت انه لقيت الاعداد اول ما شافونا كلها دخلت سكاكينها ومسدساتها وما خلوا شيء ما جايبينه، يعني ما خلين شيء ما جايبينه من الساحه ما على اسلحه، بحيث واقفين هنا يريد يدخلون ينتظرون يمتى نجي حتى يطبون. وصلنا يعني هذا البيت، بيت عمي هذا، وقفنا هنا ما نعرف منين يعني جت العالم، انه انا بديت اصورهم حتى نوثق شو اسمه، حتى ما العالم تقول هم سووا مثل ما حدثوا وقالوا هم هدوا علينا بالسكاكين وبالجسمه، هذا كله كذب وافتراء. المقاطع الفيديو اللي انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي هي هاي كانت هنا وهاي بيوتنا، جونا تقريبا عصابه متكونه من اكثر من 400 شخص، سيارات هاي ذات الدفع الرباعي، منها سيارات تابعه للحشد الشعبي وسيارات تابعه للمسؤولين. طبعا استخدموا كل وسائل الترويع والارهاب من اطلاق نار ومن ضرب ومن سرقه هواتف الاعتداء بكافه انواع الاعتداء، الاعتداء اللفظي والجسدي والضرب والالفاظ النابيه. طبعا كما استمعتم مشاهدينا الكرام، هاي افرازات الحشد الشعبي، هاي الميليشيات المليئه بالمجرمين والمنتهكي القانون، وهذه افرازات الحكومه واحزاب العمليه السياسيه بعد 2003 بشكل عام. معنا السيد احمد من صلاح الدين، تفضل يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله استاذ العزيز ما يسمى بهاي الحكومه، يعني حقيقه هاي جريمه الواحد حتى يسميها حكومه. يعني اي اداريات ما عندهم بصراحه، يعني كلها دوله ميليشيات، تقريبا اكثر من نعم 57 ميليشيا يعني جاي تدير هاي البلاد كلها وكلها تبعيه لايران. نعم استاذ العزيز، يعني احنا عايش كافن جامل والله، حكومه مصطفى الكاظم وحكومه هي بس بالاسماء. نعم استاذ العزيز، يعني ذولا يعني بصراحه ما ادري وين يريد يوصلون، يعني جابونا من 2003 ما خلونا، فضحونا فضيحه، ما خلونا قيمه بالعراق كله، بالعالم كله، مو بس بالعالم، اقول لك يعني نعم. ما يقدر الناس، مو اهل هبو، مو اهل يعني مو اهل اداريات، ما يقدر يديرون البلد. بس نعم. اطلع يعني على الاقل اطلع بواحد منهم يصير شريف، يعني جاي يعني من رئيس وزراء يحول نائب رئيس جمهوريه، من نعم. وزاره ثانيه يحول مدري وين، من ما يصير هيك. يعني شنو العراق خلص من الكفاءات يا سيد احمد؟ العراق خلص من الكفاءات؟ والله استاذي بالعراق برجاله وينش وهم ما يبي ما يفيدهم بالعملية السياسية بصراحة، يعني لأن هو ما يصير حرامي وتقود إيران ما يصير بهاي العملية السياسية نهائية. نعم إيه والله، يعني أستاذ العزيز مصطفى الكاظمي ولا عبد المهدي ولا مدري كلها، ترى هاي كلها الله وكلك عبارة عن لعبة شطرنج، كلهم يدوات بيد إيران. نعم أقسم لك بالله كلها يدوات بيد إيران، ما بديهم كل شيء زين. نعم. المليارات عبروها يعني يضحكون على الشعب، عبروها كلها لايران، عندك الحبوب 700 طن عبروها يقولون اكلتها الطيور، يعني عيب والله العظيم فضحون. نعم زين استاذ العزيز يرحم والديك، ذول يرادنهم شل عقله الملكي، يعني ما يفيد وياهم والله بحجه الانتخابات وبحجه حتى لو تنتخب واحد ويفوز هو شريف ما يخلونه، يصوتون عليه بالاجماع ويطيرون. نعم والله استاذ العزيز ذولا ما يفيد وياهم، يعني بصراحه واحنا اخواننا من هسه المظاهرات من يقولون نريد اخواننا، احنا ما نقدر هسه ذولا يطلع تقول لك انت داعش. نعم. ايه يقول لك انت حاط لك اياها، انت بعت انت داعش، مو على ذول المتظاهرين مواليد 2001 مواليد 2002 سيار علي بعتيه. نعم. يا استاذ العزيز يرحم والديك، والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا
السيد أحمد بن صلاح الدين كلام حقيقة وصف به الواقع اللي حاصل بالعراق. الموضوع موضوع المناشدة اللي تصير لأهالي المحافظات المنكوبة بالخروج بتظاهرات، طبعا كثير من هذه المناشدات التهم اللي تلفق إلى هذه المحافظات هي توجه إلى أهالي المحافظات الوسطى والجنوبية اللي يتظاهرون، والاعتداءات اللي تصير أو ممكن تصير على اللي حيتظاهرون بالمحافظات المنكوبة هي تصير على المحافظات الوسطى والجنوبية. يعني الدم واحد والمعتدي واحد، يعني هذا بالنهاية ماكو فرق. فهذه المناشدات اللي تأتي حقيقة لأنه هي ستعطي ثورة تشرين قوة وزخم أكبر وأعداد أكبر من الناس المشاركة، توصل رسالة أقوى، تؤثر بشكل أقوى في العالم وفي داخل العراق. نقرأ بعض الرسائل الواردة مشاهدينا الكرام. نقرأ بعض الرسائل الآن. السلام عليكم أخي، أنا طالب بالعفو العام. والله أخي ملينا، أنا أخويا صار 13 سنة بسجن الناصرية، ما أعرف عنه شيء. الله لا ينطيك مصطفى الكاظمي، لو عندك غيرة كان طلعت السجناء. والله ما عندك غيرة، كذاب، حسبي الله ونعم الوكيل. سيدة مانس. طيب في رسالة أخرى، اللهم بحق الحسين تحفظ المتظاهرين من كل شر، سلامي لكادر قناة الرافدين بنت الناصرية، شكرا لك. في رسالة، السلام عليكم أستاذ محمد، وياك أبو محمود من الرمادي، شو ما افتهمنا على هاي الحكومة العراقية، شو قالوا عفو عام، شو ماكو بس حكي، الأمهات وأبائهم يتأملون. والله خلي الأهالي يعيشون بحالة، خلوا الأهالي يعيشون بحالة غلق، والله حتى أعصابنا انهارت، حسبنا الله ونعم الوكيل. مشاهدينا نود الآن أن نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، معنا السيد أنور من بغداد، تفضل يا أنور. ألو، السلام عليكم أستاذ حمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلون صحتك حبيبي؟ الله يسلمك ويبارك بك. أستاذ حمد، أنا عندي موضوع الأحزاب هي مسيطرة على الحكومة. نعم. يعني حتى هاي مال مشكلة كورونا هسه، يعني تصور يعني سوى شغلة تجارية، يعني هسه بالمستشفى ان دا يموت يقولوا له سجل كورونا حتى اخذ من ملايين. يعني صور اني ولد اليوم صديق دا يسولف لي، يقول لي عمي مات بالمستشفى، فهذا ابو الشهادة الوفاة قايل له سجل كورونا حتى تحصل لك 8 ورقة. يعني 8 ملايين تقصد؟ 8 ملايين؟
لو 80 ورقه يعني لا 80 ورقه يعني اقل 8 ملايين. نعم 8 ملايين يقولوا لنا حتى يحصل يعني صار هيك الحكومه صار يعني هي احزاب ده توزع ال 8 ملايين على منو يعني يعني تعويض هذا يعني انه هو انصاب بكورونا تعطيه 80 ورقه شلون؟ لا يموت من يموت من يموت حتى يقول له سجله حتى يحصل له 80 ملايين. نعم يعني الصواب هيك يعني بده يتوفى يقول له سجله هو يعني كل شيء مات يعني الصواب يعني يقول مات يعني شو مات الله يقول له لا سجله ابو شهاده وفاه. نعم يعني هل معقول يعني هل معقول يا سيد هل معقول يا سيد انور انه الناس كاتلها الفقر الان والجوع بالعراق ودا يوزعون 8 ملايين دينار عراقي على اهالي اللي يموت بكورونا؟ يعني نعم احنا نتفاهم هذا الشيء، لكن اكو شيء اولى من شيء. اذا هذا الكلام فعلا صحيح اللي دا يصير يعني كارثه، انه ما يعطون فلوس المتقاعدين والموظفين واصحاب الرعايه والناس الفقراء الملايين، ودا يعطون اللي يموت ابنه بكورونا. ما دا نفهم هذا الموضوع شلون يعني. ايه صدق بالله يعني هذا شيء مؤكد يعني ما احكي لك من فراغ ما اكذب عليك. لا ما تكذب العفو يعني استبشروا يعني بالمستشفى دا يحدث حاليا بالمستشفى. نعم يعني اليوم ولد يحكي لي بالمستشفى الشعله يقول يعني ولد يقول عمي توفى يعني مات بسكر ومات هجمه قلبيه صارت عنده وقال له ابو شهاده وفاته ايش لحاله حتى تحصل له 80 ورقه. قال له عمي انا ما علوش دا سجله يعني انا ياخذوا غير مقبره يعني يدفنون لي غاد مقبره نعم مال نجف و 6 امتار جوا طيب. يعني حتى بعد لا احد يقدر يزوره ولا. شكرا يا سيد انور من بغداد. السيد ابو حسين من الرمادي، تفضل يا ابو حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد احييك واحيي القناه. بالنسبه للدوله احنا ما عندنا دوله وانما عصابات. نعم احزاب متحكمه لانه كل من ياخذ الربعه وهاي حصتك وهاي حصتي، لانه البلد تايع بدون قياده، لا عندنا رئيس جمهوريه ولا عندنا رئيس وزراء ولا عندنا قانون يحكم بهذا البلد، وانما عصابات. عصابات جتنا من ايران وشلبت بهذا البلد. فاحنا يعني هاي النوب جابوا لنا هاي كورونا ودمروا البلد بلوب، العالم تحطمت، لا شغل ولا عمل، والناس لسه بيعها الله وكيلك بالشوارع يعني. نعم فالبلد منهار شكل منهار يعني شكل. فاحنا اذا ما تجينا قياده وانقاذ وطني ويحكمون هذا البلد وهاي العالم الناس المغيبين الابرياء الناس جاي تسكنون بها بالسجون مالت الناصريه. نعم انه كله بسبب التعذيب وجاي الناس جاي تروح تنتهي ولا اكو عفو وخلاص الجماعتهم وعارفين هالناس الابرياء النايمه. نعم يعني شغله مهزله استاذ محمد. دوله ما عندنا احنا، ما عندنا احنا الشعب العراقي النكب من راح صدام حسين والجيش النظام السابق والشرطه الاوليه البلد راح تحت يعني اذا ما ترجع عنا الحكومه الاوليه ولا العراق ما راح هذا يظل نايم. سيد ابو حسين احنا نقول العراقي. سيد ابو حسين احنا نقول اللي صار النظام السابق النظام راح انتهى خلص اشتثوا تخلصوا من اثاره سيطروا صارت عندهم مليارات صار عندهم نظام سياسي قالوا انه حنبني لكم عراق الديمقراطيه وعراق الرفاهيه. احنا نقول شنو اللي حققوه؟ خلص النظام السابق نظام راح بما له وما عليه. احنا نقول شنو اللي حققوه هم ب 17 سنه من حكمهم؟ عندهم الجيش، عندهم القضاء، عندهم الفلوس، كل شيء بايديهم هاي الاحزاب. ايش قدموا للمواطن العراقي؟ هذا اللي نسأله. خلص النظام السابق راح، يعني إعادة الملف هذا من النظام السابق ما راح يفيد شيء. هسه قل لي هم ايش قدموا؟ أستاذ محمد النظام السابق سوى النظام السابق ما أبو حسين مدى قارناني بالنظام السابق، احكي لي هم حاليا ايش قدموا؟ ما لي علاقة بالنظام السابق. هم قدموا تدمير البلد وفادوا أنفسهم ويبوقون فلوس لهم ولهم وأهلهم كلهم برا. نعم. والشعب كله دايح ومثل ما يقول ما فايدين بس انفسهم لان يعني جايين محاصصه الكل من هاي الك وهاي الي. نعم. وناس تستر على ناس ولا قانون ولا محاكم مضبوطه ولا شيء. احزاب متنفذه تصرخ على رقاب الشعب العراقي. نعم. هي راس ثوره عارمه من جميع الشعب العراقي ويخلصون هذا البلد من هاي العصابات والزمر.
أنا أشكرك يا سيد أبو حسين من الرمادي، شكرا جزيلا لك للمشاركة معنا. السيد أبو عبد الله من فرنسا، تفضل يا أبو عبد الله. السيد أبو عبد الله موجود؟ طيب فقدنا الاتصال. معنا السيد أبو سنان من بغداد، تفضل يا أبو سنان. فقدنا الاتصال أيضا مع السيد أبو سنان. طيب نقرأ بعض الرسائل الموجودة. في رسالة لدينا، السلام عليكم أستاذ محمد، اليوم البرلمان وبرئاسته أثبت أنه برلمان فاسد، بحيث الحلبوسي قبل ما يعلن الاسم أغلبية البرلمانيين الفاسدين يقومون برفع أيديهم للتصويت على الوزراء الفاسدين الجدد، فهؤلاء عصابات إن شاء الله نهايتهم قريبا. تحياتي لكم أبو عمار. شكرا لك يا سيد أبو عمار. لدينا رسالة، هناك من يحاول الاتصال طبعا من المشاركين الكرام عبر الواتساب، هذه الخدمة غير متاحة. من معنا الآن اتصال؟ السيد أبو زكريا من كركوك، تفضل. أبو زكريا أستاذ محمد، أهلا وسهلا. أستاذ محمد يحفظ قناتكم العزيزة إن شاء الله، ويحفظ الشعب العراقي، ويحفظ فقراء العراق، يحفظ منكوبين العراق إن شاء الله. والله العظيم كل ما أشوف هذا الكاظمي نفس المحاصصة، نفس الطائفية، نفس الشيء. اليوم جاب 7 وزارات نرجع على الطائفية، على المحاصصة. الله يحفظ العراق، الله يحفظ المتظاهرين، الله يحفظ الشباب العراق. الله يرحم شباب العراق، الله. يشافي شباب العراق الجرحى إن شاء الله. والشباب هم تاج راسنا، هم راح يصيرون حكومة العراق، الشباب العراق والمتظاهرين العراق. الله يحفظ العراق، الله يحفظ العراق يا رب العالمين، حق هذا اليوم العزيز. الله يحفظ الشباب العراق المتظاهرين العراقيين، هم ياخذون حقوقنا من طائفيه ايرانيه اسرائيليه امريكيه. الله يحفظ جميع محمد، الله يحفظ. انا اشكرك يا سيد ابو زكريا من كركوك، شكرا جزيلا لك للمشاركه. نذكر أن هناك من يحاول الاتصال عن طريق خدمة الواتساب، هذه الخدمة غير متاحة مشاهدينا الكرام، فقط لإرسال الرسائل النصية، يعني الرسائل المكتوبة. اللي يريد يشارك معنا عن طريق الواتساب يشارك عن طريق الرسالة المكتوبة، يكتب لنا الرسالة ويدزها ونقرأها إن شاء الله، لكن الاتصال غير متاح. السيد أبو محمد من السعودية، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قناة الرافدين. نعم. قناة المرابطين، قناة المجاهدة، لهم أجر كبير. الله يسلمك. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والعالمين قال: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما قال رب العالمين اللي يقول سلمية كما يتحمل شيء عند رب العالمين. ما خلاهم يحملون السلاح، يدافعون على المتظاهرين، يدافعون على أهليهم، يدافعون على أنفسهم. لازم خلاص كملهم 7 شهور ما استفادوا حاجة، يقتلون فيهم 7 شهور. يلا شكرا. شكرا يا سيد أبو محمد من السعودية. يعني هي وجهات نظر مشاهدينا الكرام في طريقة التعاطي مع ثورة تشرين، وكل من ينظر للموضوع من وجهة نظر شخصية طبعا، لكن نقول بأنه طالما قال الثوار كلمتهم يريدون السلمية، إذن هي السلمية ويجب أن تدعم على هذا الأساس. وأن كان هناك تغير أو تطور آخر فيما بعد، هذا يعود إلى رأي الإجماع، كل المتظاهرين المشاركين، كل العراقيين، الشباب، النساء، الشيوخ، الرجال، كل من يشارك في هذه الثورة يتحدث باسم الجميع، والثورة تمثل الجميع، ولا يوجد قيادة ولا توجد مرجعية سوى الثورة. إذن ما يقوله الثوار هو الذي سيمضي وهو الذي يجب أن يدعم.
في ما تبقى من وقت نقرأ الرسائل المتبقية والواردة. رسالة من السيدة فاتن من ألمانيا تقول: مساء الخير قناة الرافدين العزيزة، حسبي الله ونعم الوكيل، الله يأخذ حق كل المعتقلين من مقتدى الصدر والمالكي، وخلي الكاظم يشوف المعتقلين وين حطهم، وشكرا. رسالة أخرى من محمد الشمري يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية خاصة لحضراتكم وتحياتي للقناة، أناشدكم باسم الحي القيوم وبهذا الشهر العظيم أن يطلقوا السجناء المظلومين نداء لحكومة الخضراء، كافي بعد ظلم. ثانيا، نحن شريحة من الموظفين والمتقاعدين، نطلب منك شخصيا أن تناشد المصارف والجمعيات الأهلية بإيقاف الاستقطاعات منا، والله الفوائد كسرت ظهورنا يا أستاذ. الله يكون بعونكم يا سيد محمد الشمري، وإن شاء الله رسالتك توصل. في رسالة: السلام عليكم، من أبو حاتم من الموصل بعد التحية يقول: التآمر على العراق تآمر إنجليزي فارسي صهيوني بواسطة الخونة المجرمين الضالين من العراقيين المخربين، تدربوا أحسن تدريب على أيدي مجموعة الشر أو مجرمة الشر الإدارة الأمريكية لتدمير العراق والوطن العربي، لكن إرادة الله أكبر منهم. ويقول: نعم، تأكيد على كلام المتصل أنور من بغداد، 8 مليون تصرف باسم المصاب بكورونا ويسرقوها، ينطون المصاب مليون أو أقل. يعني هذا الموضوع احنا ما نفهمه، بدل ما يصرفون هاي الأموال على واحد توفى بكورونا يعطوها لأهله، ليش ما ينفقوها على قطاع الصحة بشكل عام ويعالجون المصابين من فيروس كورونا؟ يعني بعد ما يموت يعطون لأهله تعويض، طيب شي حيفيد هذا التعويض إن كان 8 مليون وإن كان مليون؟ وهل الفقراء العراق ليسوا بحاجة إلى هذه الملايين من الدنانير التي تنفق على هذه الأمور غير المفهومة؟ رسالة: السلام عليكم أستاذ محمد، الناشدكم والناشد أهل الرحم يرحمون الأمهات ويطون عفو عام، والله قلوبنا محروقة. السيد أم محمد. وآخر الرسائل: السلام عليكم، كلهم كذابين، الحكومة الجديدة تشتغل على الحساب إيران، تشتغل لحساب إيران وتشاركها الولاء. بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.